السلام عليكم خواتاتي، صباح الخير عليكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. قولكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله وبتحقيق الأماني. كل وحدة في قلبها حاجة إن شاء الله يا رب تتحقق، يعني قبل العيد الجاي، مش حتى في العيد الجاي، يعني إن شاء الله العيد الجاي تكونوا كامل فرحانين، وكل وحدة وش في قلبها ربي إن شاء الله يعطيه لها. ان شاء الله تعقبوا نهار مليح، وربي يتقبل صيامنا ويتقبل اعمالنا يعني اي حاجه درناها الخالصه الوجه ان شاء الله. صحه عيدكم ويوم سعيد.